أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جهاز الكرة لم يتلقى أي اتصالات رسمية من جانب نادي الترجي التونسي لتأكيد على موعد وصوله إلى مصر، وأن هذا الأمر لا يمثل أي أزمة، خاصة أن الفريق التونسي اعتاد الوصول إلى برج العرب مباشرة قبل أي مواجهة مع الأهلي. ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم الرابع من مايو المقبل على استاد برج العرب بحضور 15,000 مشجع ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأسفرت قرعة دوري المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعات الأولى التي تضم الترجي التونسي وكامبالا الأوغندي وتاوتشيب البوتسواني. أثبت الفحص الطبي إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بكدمة قوية في الكاحل مكان الإصابة التي تعافى منها مؤخرا. وقال خالد محمود طبيب الفريق أن معلول سيخضع لجلسات علاج طبيعي على أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة الأسيوطي في كأس مصر. وأوضح محمود أن معلول سيكون جاهزا لمباراة الترجي بعد المقبلة في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ينتظم سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بعد مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي في كأس مصر. ومن جانبه أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بكدمة شديدة في الركبة وحاجته لخوض برنامج تأهيلي على مدار 48 ساعة المقبلة. ويعود سعد سمير للتدريبات الجماعية بدءا من الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا والتي سيكون اللاعب جاهزا طبيا لها. ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي في دوري الثمانية لبطولة كأس مصر غدا الاثنين على ملعب السلام. خضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم في مقر النادي بالجزيرة بعد عودته من ألمانيا. ووفقا للتقرير الطبي الخاص باللاعب فإن ربيعة يحتاج إلى تنفيذ برنامج علاج طبيعي لمدة 14 يوما. ويعود ربيعة بعد أسبوعين إلى ألمانيا مجددا للخضوع لفحص طبي أخير وحقن بلازما في الجلسة الأخيرة للاعب. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن الاجتماع الأمني الذي جرى بعد ظهر اليوم بخصوص مباراة الأهلي والأسيوطي في كأس مصر والمقرر لها غدا أسفر عن السماح ل 500 من أعضاء كل نادي بدخول مباراة الغد بموجب دعوات يقوم اتحاد الكرة بطباعتها. وأضاف أنه كان يتمنى السماح لعدد أكبر سواء من الأعضاء أو الجماهير قبل المباراة بوقت كاف، لكن الأهلي كعادته يحترم الرؤية الأمنية لأنها بالتأكيد تهدف للمصلحة العامة، ولابد أن يتعاون الجميع مع رجال الأمن لأنهم يتحملون العبء الأكبر في كل الظروف.